مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن عمليه نصب عم بتصير كتير في كندا، ودائما بنحذر منها. هاي العمليه اللي هي انه واحد يتصل فيك من يدعي انه من الشرطه او من التاكس، وحكينا عن هذا الموضوع قبل هيك. امبارح صارت حاله في كندا هون، واليوم كل نهار بيحكوا عنها على الاخبار. في مره سيده اتصلوا فيها ناس حكوا لها احنا من الـ RCMP اللي هم الشرطة الفيدرالية الكندية، وحكوا لها انه عليك قضية كبيرة وانت فاين عليك او مخالفة لازم تدفعي 4,000 دولار. طبعا المرأة هاي خافت وقالت لهم طب كيف انا بدي اصدقكم؟ قالوا لها خذي رقمنا اللي طالع لك وعملي له جوجل وببين. فعلا عملت له جوجل، طلع هذا الرقم، رقم الـ RCMP في كورنويل، منطقة كورنويل. المهم هاي السيدة طبعا خافت وقالوا لها لازم الآن تشتري تدفعي المصاري. قالت لهم كيف بدي ادفع المصاري؟ كريدت كارد. قالوا لها لا، لازم تروحي تشتري جيفت كارد من تبعون ابل ستور او ايفون. طبعا هون الكاتش، انه اي واحد بطلب منكم كمان هاي الشغلة ايش جنوني يعني. غير انه هحكي لكم بعض التيبس هاي، بس هايكم تنتبهوا فيها. المهم المرأة هاي راحت شرت بال4,000 دولار 4 جيفت كارد زي ما حكوا أبل، و4 جيفت كارد جوجل. المهم بعد ما خلصوا بتحكي مع صاحبيتها قالت لا هذا جنون وكذب. فاتصلوا في البوليس، البوليس بلغهم واكد عليهم انه هذا ما في منه وانه انضحك عليهم وبعملوا بلاغ. طبعا اليوم بيحكوا مع تبع الشرطه، تبع الشرطه بيحكي انه في شغلات مهمه كتير لازم ننتبه لها. اول شغله انه اي واحد بيتصل فيكم قولوا له ابعت لي اوفيشال لتر على البيت. شغله ثانيه، مستحيل الشرطه او التاكس تبعون التاكس يطلبوا منكم انكم تدفعوا اشي عن طريق جيفت كارد، يعني هذا جنون. الشغلة الرابعة، ما موضوع التلفونات هذا، انه جاك تلفون عملت له جوجل لازم تنتبهوا. يعني اليوم بيحكي انه في 120 على كلامه 120 اب موجودين بيعملوا تغيير طبعا هذول الابات بنزلوهم عن طريق شركات مش موجودين على الابل ستور، وبيعملوا موديفيكيشن للنمبر بتتصل منه، فلما تتصل بأحد بيطلع رقم تلفون واحد ثاني في بلد ثاني. فحتى هم يعني من ما بدروش يعملوا لهم تراك، فالمصاري بيزيكلي راحت عليها. فانتبهوا يا جماعة، انتبهوا انه ما حد يضحك عليكم بهذا الموضوع، وان شاء الله ضلكوا في سيف وأمان، والسلام عليكم.